أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة في تنفيذ الاختصاصات المنوطة به برسم السياسة العامة للدولة على صعيد تقدم المرأة البحرينية. هذه السياسة انعكست إيجابا على تقرير مؤشر رأس المال البشري 2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي حلت البحرين بالمرتبة الأولى فيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. للحديث عن هذا الموضوع معنا الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري. بداية نرحب بك أستاذة هالة ونتكلم عن جهود المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق البحرين لهذا الإنجاز الذي حققته من خلال الأرقام التي صدرت عن المؤتمر، تقرير المؤتمر الاقتصادي، المنتدى الاقتصادي العالمي. نعم، أولا مبروك للبحرين هذه النتيجة اللي توضح أثر استثمار الدولة في الإنسان البحريني رجل كان أو امرأة. نعم. طبعا الوصول لهذا المركز لا يأتي من فراغ، بل ينطلق من سياسات توعية وطنية ترفع من مستويات التحصيل العلمي للفرد، وسياسات تعمل على تجويد وتطوير التعليم بشكل مستمر، وكنتيجة أيضا لتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترفع من مهارات وقدرات المواطنين وتعيد من تأهيلهم وتدريبهم لدخول سوق عمل يتطلع بدوره طبعا إلى قوة عاملة ماهرة. المجلس في المقابل يضع ويتابع تنفيذ سياسات الدولة في استدامة الاستثمار الصحيح في المرأة البحرينية. طبعا المرأة البحرينية اليوم مكون أساسي في سوق العمل، وضمن خطتنا الوطنية أو خطة البحرين لنهوض المرأة هناك محورين أساسيين يعملان في هذا الاتجاه بالضبط. نعم. الأول هو تمكين المرأة من تعلمها مدى الحياة، ونسميه محور المرأة والتعلم مدى الحياة. نضمن من خلال برامجه أن هي تكون دائما على أهبة الاستعداد لاحتياجات سوق العمل، وأن تكون دائما قادرة على أن هي تسهم في اقتصاد الدولة، سواء كان هذا الاقتصاد مادي أو معرفي. والمحور الثاني هو على مستوى تكافؤ الفرص، يعني عين الخطة على أوجه تطبيق تكافؤ الفرص في الدولة وعدالة حضور المرأة في سوق العمل. نعم. وبالتالي نضمن نسبة حضورها ضمن رأس المال البشري الوطني. نعم، طبعا تحدثت أستاذة هالة عن برنامج تكافؤ الفرص، كيف أسهم هذا البرنامج في تحقيق هذا الإنجاز؟ إضافة طبعا هناك خطة وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية للمجلس الأعلى للمرأة، كيف ساهمت هذا البرنامج وهذه الخطة في هذا الإنجاز؟ طبعا هذه الخطة الوطنية طموحة جدا، وعمرها الزمني يمتد إلى 15 سنة. طبعا قطاع نشوط فيها صار لها يعني تحت يعني التطبيق حوالي 5 سنين ماضية. ببساطة هذه الخطة تسعى إلى تحقيق أوجه تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص هو ببساطة عدالة إتاحة الفرصة أمام الرجل والمرأة على حد سواء. ولدى البحرين نموذج وطني، ومن خلال هذا النموذج تستطيع كل مؤسسات الدولة على اختلاف تخصصاتها اليوم مسؤولياتها أن هي تقوم بواجبها لتحقيق هذا المبدأ. واليوم عندنا مؤشرات وإحصائيات توضح بأن البحرين ماضية في اتجاه صحيح بالنسبة لتهيئة المرأة في سوق العمل. فعلى سبيل المثال اليوم الشابة البحرينية تشكل ما نسبته 70% من اللي يحصلون على بعثات دراسية للدراسة الجامعية، والمرأة اليوم نسبتها تفوق حوالي أعتقد 68% من النساء اليوم من حملة الشهادات العليا، وتبلغ نسبة المرأة العاملة في سوق العمل العام حوالي 48%، و32% هي نسبتها في سوق العمل الخاص. وأعتقد بأن في ضوء هذه الأرقام أن للمرأة حظوة كبيرة اليوم في المحافظة على قوة رأس المال البشري الوطني، وسيكون للمجلس عين المتابع لضمان ذلك دائما. نعم، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، شكرا جزيلا لك.